عشفاني وهناك يا حبيبي يا عمري ونصيبي، سقيني كاسة مي. اي 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 بدك اي غنجية شوي ليلى. شلون بدي غنجة؟ هي شقفت هاي. اي 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 اعمليها هيك على الكوبي الثاني. هيك صارت مع رقصة هاي، ما عاد الاي اي اي. فقت بنص الليل مزعوجة، هم كبير بحالي مفلوجة. اي اي وينك يا حبيبي اي يا عمري ونصيبي، اي هديلي بالي شوي. اي 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 فقت بنص الليل مرعوبة، مرعوبة قابب بدني وكلي مقلوبة. مقلوبة وينك يا حبيبي، هالدنيا عجيبة ما فيها غير العي. عي عي اي شو بكي مثل الروات عم تحكي؟ ما عاد يطلع معي شي، الغنية كتير سخيفة. يا الله لا ما سخيفة. انتي شو عم تعملي هون؟ عفوا عفوا قطعتكم. الله الله شو هاد؟ شو هاد يا لولو؟ عن جد لو كانت ام كلثوم عايشة كانت انتحرت. ما هو بزماناته كان في بصارة تنبأت لها انه ميديا جاي تغني. هلا انا صار لي ساعة عم اقنع مشان انتي تجي بسخافتك تنزعي لي كل شي بثواني من الغلاظة، بعدين انتي كيف فتي لهون؟ المفتاح الحق علي يعني؟ نور عطتني المفتاح، قالت لي بركي اجوا ما لاقوني وما كان معهم مفتاح. اخ اللي بيعمل منيح. امسكي امسكي غني لها الكوبلي هذا الاي. ساعديها ساعديها كورس. يلا يلا بلش، واحد اثنين ثلاثة يلا تعي. فقت بليل شو؟ يلا طيب ماشي. فقت بنص الليل عطشانة، معقول ما رح يجي؟ الو اهلين. ايه يا مز ناطرتك انا بالكلية. بدك نص ساعة؟ لا لا بالعكس ما في شي، ناطرتك ولا يهمك. يلا اوكي. لا باي باي. لسا بده نص ساعة. احسن شي تروح بشتري لي شي شغلة اكلها. أنا فكرة تأجيل العرس كلها ماني مقتنعة فيها وما عم تدخل براسي، بعدين بابا نازل الشهر الجاي خصوصي مشاننا. يا حبيبتي روقي ولا تضايقي حالك، ما راح نأجل كتير، كلهم سنة أو سنتين زمان ومتزوج. لسه بيقلي سنة أو سنتين؟ واقع